إبداعات لبنانية جديدة يلمع نجمها في الخارج، والجائزة هذه المرة من الكويت التي استضافت المعرض الدولي السابع للاختراعات في الشرق الأوسط. فاز بها المخترع اللبناني ريشار الحلو البالغ من العمر 19 عاما فقط. ريشار حظي بالجائزة الكبرى من وايبو، أي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف، لاختراعه جهازا يؤمن التواصل بين الغطاسين. إذا بتعرفوا الفري دايفينج والسبير فيشينج ما في كتير تواصل بالبحر، وأوقات كتير بنضيع بعض البحر، فهذا الاختراع بخلينا نقدر من وراء الجي بي اس والراديو كوميونيكيشن نعرف كل شخص وينه بالبحر واتجاهه، واذا هو تحت الماي ما فوق الماي. ريشار الذي بدأ مشواره من مباراة العلوم في لبنان حيث حاز على ميدالية ذهبية وسجلت له براءة اختراع تحت اسم فري دايفينج درويد، شارك بمعرض في الأردن واختير من بين أول 10 فائزين ليتوج نجاحه في دولة الكويت ويفوز بشهادة أفضل مخترع للعام 2014، وذلك من أصل 150 اختراعا من 28 دولة عربية وأجنبية. أول شهادة الأورد بزيد أهمية الباتنت اللي معيها، بتصير معترف فيها أكثر، ما في حدا دغري يسرق البروجكت الاختراع، وهذا الشيء كمان بخلينا انا حافز اكبر حتى اسرع بالتصنيع. مباراة العلوم من حيث بدأ ريشار مشوار نجاح هي فرصة لأي طالب مدرسي ليظهر إبداعه. كلهم عندهم إمكانية وفرصة يطلعوا لبرا بيشاركوا بمعارض دولية ويسوقوا هالاختراع. احيانا بيلاقوا الطلاب بيقدروا يلاقوا سبونسر، طلاب من مدارس تانية يمكن ما يصح لهم، توصل كلفة ل 2000 أو 2500 دولار، بس نحن بندعي لأي حدا بيقدر يهمه يساعد الشاب اللبناني لأظهار إبداعه، لأنه يقدر يسوق إبداعه أو ليستثمر بالإبداع اللبناني وبالعقل اللبناني. ولكل من يرغب بإظهار إبداعه يمكنه المشاركة بمباراة العلوم التي تجري في شهر أيار عبر التسجيل على الموقع الخاص بالمباراة www.mubarat.scienceLB.org.